اهلا بيكم، حلقه جديده النهارده وفيديو جديد، وهرد على سؤال اتسالته. انا كنت مرتبطه بشخص. السؤال اللي اتسالته، انا كنت مرتبطه بشخص وكنا بنحب بعض جدا جدا. كل الناس كانت بتحقد على علاقتنا ببعض، وكانوا بيشايفين ان احنا بيست ماتش وبيست كابلز، والناس كلها شايفانا يا اختنا، وان احنا ازاي متنمقين ايه دي لاقيين على بعض جدا. وبقيت فجأة اتخانقنا خناقة بسيطة، وهو عناد بطل يكلمني وانا عناد بطلنا نتكلم مع بعض. يعني كانت خناقة بسيطة يعني، بس هو كان عايزني انا ابتدي وانا عايزاه هو اللي يبتدي، واحنا الاثنين فضلنا نعند شهر جاب شهر جاب شهر. بقالنا 7 شهور ما بنتكلمش. احنا لسه عند بعض في السوشيال ميديا، لسه عند بعض في كل السوشيال ميديا. احنا مش بنتقابل يعني مش بيشتغلوا مع بعض مثلا، او في جامعه مع بعض، في كومنز فريند ما بيننا. بس انا لسه بحبه جدا، وانا خايفه يكون هو نساني، او مش عارفه هو بيعمل كده ليه. هو ممكن يكون نساني. بصوا، خليكم متاكدين من شويه بيزكس كده حبيت اقولها. يعني انا مش احسن واحده هتكلم في الموضوع، بس عادي انا شايفه كده. يعني الشخص اللي بيحبك مش هينساك، مش هيعرف ينساك على فكرة. مش هيفكر لحظة واحدة انه يفقدك علشان حاجة بسيطة. الشخص اللي بيحبك بجد هيدور لك على 100 عذر، حتى هيدور لك ما بين كلامك على النقطة، علشان يكتشف ان انت ممكن يكون عندك حق وان هو يكون غلطان. الشخص اللي بيحبك مش هيبقى قادر ان هو يفقدك، حتى لو انت غلط هيدور لك على 100 مبرر، وهيدور على الكريدت بتاعك اللي عنده البوزيتيف علشان يسامحك. الشخص اللي هيقدر يبعد عنك، تأكد 1000000% انه هو مش بيحبك الا اذا انت اهنت كرامته. بس هي البنت بتقول ان هي كانت مشكلة بسيطة جدا او سوء تفاهم بسيط، يعني موضوع مفهوش اهانة او مفهوش كرامة. فالشخص اللي بيحبك مش هيفقد الامل فيك، مش هيفقد الامل ان انت ترجع له تاني، حتى لو حصل سوء تفاهم، حصل خلاف، هيفضل يفكر فيك حتى لو انت مش موجود معاه، هتفضل موجود في عقله، هيفضل يتخاطر معاك، هيفضل يبعت لك مسجات روحية. وهتتأكد ازاي ان هو بيعمل كده، ان انت مش هتشيله من دماغك. انا عايزة اقولك ان لو انت ستيل بتفكري فيه، ولو انت ستيل بتحبيه بنفس القوة، يبقى هو كمان بيفكر فيكي، وموضوع شايفاه موضوع عند بحت. الشخص بجد اللي بيحبك يا جماعة، يعني انا بشوف الحب دي حاجة كبيرة جدا جدا. احنا ممكن نقول ان احنا بنحب ناس وموضوع مش حقيقي. يعني الحب ده اعظم شعور في هذا الكوكب وهذه الكرة الارضية. فبالتالي حافظ على الناس اللي تلاقوهم بتحبوهم حب نقي، حب بلا حدود. لما تلاقوا حد فعلا يستحق هذا الحب، بلاش تدخله العند، بلاش تدخله الحساسية، بلاش تدخله بقى 1-to-1، يعني اللي هو ايه ده هو كلمني يبقى انا هكلمه، ايه ده هو ما اتصلش بيه انا مش هتصل بيه. عبروا عن مشاعركو، عبروا عن احاسيسكو، خليكو straight forward، خليكو صراحة. يعني كل واحد يقول اللي جواه. يا جماعة لما حد بيحب حد بيبقى عايز you do his best، بيعمل كل حاجه في حياته عشان يسعده. على فكره مش بيقعد يفكر هو عمل لي ايه وانا عملت له ايه، هي مش مسابقه مين بيعمل للتاني ايه اكتر. انت لما هتحب حد هتدي، هتبقى معطاء جدا، هتبقى عايز تدي له كل، عايز تعمل له كل حاجه في الدنيا عشان يكون مبسوط، هتبقى عايز تجيب له كل حاجه في الدنيا عشان تخليه سعيد، هتبقى عايز تدعمه، عايز عايزه يبقى افضل فيرجن من نفسه، عايزه ينجح، عايزه يكبر، عايزه يعني يتفوق. ده بجد. يعني انت شوف، لو انت شاكك في حبك لحد، شوف هل انت بتفكر في نجاحه، بتفكر في تفوقه، بتفكر في طموحه زي ما بتفكر في طموحك ولا لا. ان انت عايز دايما يبقى احسن فيرجن من نفسه ولا لا. اما بقى حته الرومانسيه بقى، اللي هي ايه بقى، بنفكر في بعض طول الوقت ومش يعني. انا بشوف ان الحب الحقيقي هو الحب العملي، مش الحب اللي هو بتاع الكلمات الحلوه. ما ممكن واحد يجي كل يوم يقول لك بحبك بحبك بحبك، وحشتني وحشتني وحشتني، بس اكشن زيرو. انا كراشه، عشان انا برج العذراء، انا برج براكتيكال جدا، انا مقتنعه 1000000% ان الحب افعال. اللي بيحبك هيتشقلب كل يوم كده عشان يكلمك وعشان يصالحك وعشان يوصل لك. لو هو زعلان منك يعني مش هي، ما فيش حاجه اسمها زعل ما بين اتنين بيحبوا بعض. على فكره انا مقتنعه 1000000%، ولسه كنت بتكلم مع صاحبتي، انا لو بحب حد مش هسمح ان احنا نزعل من بعض، مش هسمح ان احنا نتخلى عن بعض بمنتهى السهوله. اللي بيحب حد مش هيتخلى عنه بسهوله على فكره، مش هيبقى مستني له على غلطه، بالعكس هيدور له على 1000000 عذر علشان يسامحه. يا جماعه الحب مش سهل بجد والله العظيم، المشاعر الحقيقيه مش سهل. كلنا ممكن نقول اي حد بحبك او انا حاسس بمشاعر جوايا، بس الحب الحقيقي القوي النقي اللي بلا مصلحة ده مش سهل ان انت تلاقيه على فكرة. فانا بصي هقولك نصيحة يعني، وعايزاكم كمان تشاركوني على فكرة. يعني
ممكن تكسري العند على فكرة. انا شايفة كده عادي يعني، انت حاولي تشوفي ايه المشكلة، جربي تبعتي له مسج تشوفي هو هيرد عليك يقول لك ايه يعني. لو هو ما ردش خلاص اتس اب تو هيم يعني، خلاص هو بقى جوينج فورورد في حياته، يبقى انت ساعتها لازم تنسيه. بس ممكن يا جماعه بلاش تضيعوا حب عشان عند. انا بكره العند في الحب خالص، وبكره نظام بقى 1 تو 1 بقى ونظام المرايه، وبقعد اسمع حاجات غريبه كده. انا ضد الموضوع ده جدا يعني. انا بشوف الحب افعال، الحب مش كلمه بتتقال، الحب افعال بنطبقها. بس ده رايي يعني. شكرا، وقولوا لي بقى رايكم انتوا ايه يعني. قولوا له قولوا له الحقيقه، قولوا لي انتوا رايكم ايه في الموضوع. بس يا جماعه ما تتصنعوش القسوه، بلاش القسوه في الحب بجد. انا بكره القسوه خالص، انا ما بحبش القسوه بصراحه. لما تكون قسوه مع اكتر شخص قريب منك ليه يعني؟ ليه؟ ما فيش حاجه في الدنيا تستاهل. بلاش العند في الحب بجد والله العظيم، دي نصيحتي ليكوا عشان خاطري. بلاش عند في الحب، خليكوا ستريت فورورد، خليكوا كده جيبوا من الاخر، ما تقعدوش تلفوا.